بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا المنزلية الجميلة الرائعة الغنية عن تعرفة، جبت لكم النهاردة منتج جميل جدا، منتج منزلي رائع جدا جدا لا غنى عنه لأي بيت، وهو مسن السكاكين 2 مخرج. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بيكون بالشكل ده، وده طبعا بيكون شكل المسن زي ما انتم شايفينه على الكرتونة بالشكل ده، مسن جميل جدا ورائع. استخدمه طبعا لسن السكاكين والمقصات والسواطير وغيره. تمام، تعالوا نشوف شكل المسن من الداخل بيكون شكله عامل ازاي وازاي بنقدر نشغله. طبعا بيكون في كتالوج ازاي بيشرح لنا نستخدمه، طريقة شرح الاستخدام. ده طبعا بيكون شكل المسن جميل جدا ورائع، بيجي باللون الفضي الجميل ده. تمام، ده بيكون شكل مسن السكاكين اللي هو 2 مخرج، جميل جدا ورائع لا غنى عنه لاي بيت زي ما بقول لحضراتكم. تمام، زي ما انتم شايفينه بالشكل ده، بيجي باللون الفضي في اسمر. طبعا بيكون فيه من الاسفل 4 جلد كوتشيه بالشكل ده عشان تقدروا تثبتوه على الرخامه بكل سهوله، بيثبت بكل سهوله جدا. تمام، عشان ما يتحركش وانتم بتستخدموه، بيجي بالشكل الانيق الجميل ده. وده طبعا بيكون زرار الباور اللي هو زرار التشغيل. تمام، هعمل لكم تيست دلوقتي عليه وهشغله لكم. تمام، وده طبعا بيكون الكابل الكهرباء بيتوصل في الكهرباء. تعالوا نوصله في الكهرباء ونشوفه بيشتغل ازاي. طبعا بيجي بالشكل الجميل ده. تمام، ده بيكون شكل مسن السكاكين الكهربائي، بيجي 2 مخرج زي ما انتم شايفينه، وده بيكون زرار الباور. قوة الموتور زي ما انتم شايفينها عالية جدا، بيكون في أحجار من الداخل. تمام، قوة الموتور بتبقى عالية، الأحجار ده بتساعد على سن السكاكين والسواطير والمقصات. تمام، مسن جميل جدا جدا ورائع. طبعا أي منزل أو أي بيت بيحتاج للمسن ده، أو أي محل مثلا زي محل الجزارة أو غيره، بيساعد على سن السكاكين زي ما بقول لحضراتكم، جميل جدا جدا، بيجي بالشكل الانيق الجميل ده وسعره هايل. تمام، ولو انت حابين تستفسروا عنه عن اي شيء بتسيبوا لنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. تمام، وسعره هايل جدا جدا، وبيوجد شحن لدينا في جميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناه بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الجميله الرائعه المنزليه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.